بروفيسور كمال بن عقيلة، بروفيسور نيورولوجي. اليوم نهضروا على لا ديفيرونس بين ليبرتروفي بينين تاع البروستات، يعني المرض الحميمي تاع البروستات، و لو كانسير تاع البروستات. كاين بزاف الناس تخلط بين لو كانسير و لا تيومور بينين تاع هاد لا بروستات. كاين الناس تخلطت ودخل فيهم بزاف، يعني لو ستريس بلي عندي كانسير ما عنديش تيرا. نقول بلي ان النسبه الكبيره تاع الناس اللي عندهم لا بروستات هما الناس اللي عندهم لا بروستات الحميميه، او لو سكونابيل ليبرتروفي بينين دو لا بروستات. راجل على تنين في الحياه نتاعهم يديروا هاد ليبرتروفي بينين دو بروستات، هذا 50% من الرجال ما راحين يديروا هاد المرض الحميمي تاع لا بروستات. ولكن يقدر يكون كانسير تاع بروستات لاصق رايح معاهم من هاد ليبرتروفي بينين دو بروستات، يقدر يكون كونسير، باسكو البلاصه اللي تخدم فيها الكونسير دو بروستات ماهيش البلاصه اللي يكون فيها ليبرتروفي بينين دو بروستات ولا لادينوم دو لا بروستات. لازم المريض اذا كان بايزوم عنده العسر في التبول تاعو ما يقدرش يبول مليح، تيرا ديفيكولتي يوريني، ولا عنده ولينوت بزاف في الليل يروح جاي، تيرا لازم يشوف الطبيب. اولا يشوف الطبيب العام اللي يقدر يشخصه ويعاونه باش يوريونتيه ولا يوجهه، وبعد يروح يشوف الطبيب الاخصائي اللي يقدر تما يمشي شويه الحاله ويشوف. اولا يقلب المريض من الدبور نتاعو، يعني لو تشيريك طال، حتى يشوف هل فيها يعني حاجه يابسه في البروستات ولا لا. وبيان سور يدير التعيار اللي هو لو بي اس ا، وهذا اللي خلينا نشوفوا ابري واش من الناس اللي نقدروا نوجهوهم حتى يروح يديروا لي رام وبعد يديروا لا بيوبسي باش نقولوا بلي هذا عنده تيومور بروستات ولا ما عندوش. لاناباتس يعني التشريح المجهري هو اللي يخلي ندير لا ديفيرونس بين المرض الحميمي والكونسير دو بروستات عند الناس اللي عندهم اولا يعني لا بروستات يابسه، وعند الناس والبي اس تاعو طالع، والاخرين نورمال سي حميميه. زعما دير ميم الادويه كون يعني ماشي كيف لازم يكون دياغنوستيك، يعني التشخيص تاعو يكون مبكر، عنده نسبه الشفاء يعني تفوت 95%. كاين الناس ينعسوهم تكون ابيراسيونس اكتيف، كاين الناس لازم ديما نديرو عمليه جراحيه، وكاين الناس اللي نقدروا نديروا لهم التداوي بالاشعه. ان الانسان اذا كان عنده عسر في التبول ولا حاجه، لا ديفيرونس بين كونسير ماشي كونسير، يفو با انسان يتقلق، لان النسبه الكبيره باش نقول لكم مثلا في الجزائر نسبه الكونسير في البروستات 13 لكل 100,000 نسمه، باش تشوف يعني ماشي كيما لا ديرون لا بروستات اللي يكون كبير. وهذا لا ديفيرونس ما يقدر غير الطبيب الاخصائي اللي يقدر يتبعها واللي يقدر يشخصها. وشكرا.